أسلم على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. نكمل الفيديوهات عن تاريخ وحقيقة محمد الذي يعتبر بالنسبة للمسلمين رسول مرسل من طرف الإله. قبل ما نكمل الحديث عنه حبيت نذكر بعض الملاحظات اللي وصلت لنا من طرف الإخوة ولازمنا نجاوب عليها. بعض الإخوة قالوا لي ما عادش نستعمل ما يسمى بالترتيل القرآن في الفيديوهات، ومن الأفضل أن أذكر الآية وأقرأها في مكان استعمال تسجيل مرتل للقرآن. هذه الفكرة باش ناخدها بعين الاعتبار، المرة الجاية ما عادش يكون تسجيل للآيات القرآنية. المسألة الثانية، جاتني ياسر اقتراحات طلبوا مني باش نحكي في ياسر مواضيع، منها الجذور الوثنية للإسلام خاصة فيما يخص العبادات والتغلغل داخل الديانة الإسلامية من أفكار مسيحية ويهودية وصبائية وزردشتية. نقول لهم اللي أنا راني باش نحكي في ياسر مواضيع، ولكن ما نجمش نحكي في كل شيء في نفس الوقت، ولهذا حبيت نعمل كل مرة نجبد موضوع ونحاول نحكي فيه من جميع الجوانب، وإحنا توا قاعدين نحكيه على حقيقة محمد وجذوره التاريخية ومعرفته من قريب بعيد عن الفكر المسبق الإسلامي. المسألة الثالثة اللي بعثوها لي قالوا لي لازمني نحسن الصورة. راني أنا نحاول باش نحسن الصورة، حتى توا معنتها هاني استعملت كاميرا وأتمنى أن يكون معنتها الصورة أحسن والصوت أوضح، رغم اللي الصوت أصبح واضح منذ مدة، ونتمنى تعجبكم الصورة والصوت. الملاحظة الرابعة وهي زادة ملاحظة مهمة وجاتني عادي معنتها ياسر عباد بعثوها لي نفس الملاحظة، هو عدم استخدام الكلمات الفرنسية في الحديث، لأن ياسر عباد ما يفهموش الكلمات الفرنسية خاصة من الشرق، وإحنا نعرفوا اللي ياسر عباد يشوفوا فينا من الشرق. ووقت رجعت للإحصائيات متاع المشاهدة متاع الفيديوهات لقيت اللي مصر هي في الدرجة الأولى، وهذا الشيء يبشر معناتها يبشر أن المصريين يشاهدوا الفيديوهات هذوما وما كذبوش يقولوا مصر أم الدنيا. نشكرهم يعني اللي يشوفوا الفيديوهات سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين، أما أكبر مشاهدة للفيديوهات هي من مصر وهي في الدرجة الأولى، من بعد تجي تونس في الدرجة الثانية، من بعد تجي الجزائر في الدرجة الثالثة، من بعد تجي السعودية في الدرجة الرابعة، من بعد تجي المغرب في الدرجة الخامسة، وفرنسا وألمانيا والكندا وعدة دول أخرى، يعني هذا تقريبا الترتيب. إذا معناتها ياسر من المشاهدين هما من الشرق الأوسط، ولهذا أنا أحاول أن أستعمل معناتها كلمات أكثر عربية باش نجموا يفهموها. راهي اللغة التونسية كما احنا نفهم اللغة المصرية ونفهم اللغة العراقية ونفهم اللغة السعودية عن طريق التلفزة وعن طريق الأفلام، حتى انتم تتعودوا على اللغة التونسية أو اللهجة التونسية، راهي لهجة ماهيش صعيبة، سهلة، وبشوية بشوية تتعلموا عليها وتوليوا تعرفوا الكلمات التونسية، وأنا نحاول نستخدم الكلمات العربية. أخيرا ملاحظة ديما تجيني هذه، واحد فما شخص مسلم ما نعرفش عليه من البلاد ديما يقول لي علاش ماكش محترم المشاهدين بتاعك، وعلاش تتكيف وانت تلقي في الفيديوهات. هو مسلم، شيء طبيعي، معناتها شيء طبيعي ان المسلم يتدخل في الحياة الفردية للشخص ويعتبر اي تصرف هو يرفضه عدم احترامه. هذه طبيعة وعقلية مسلمة معروفة عند المسلم بصفة عامة. نعرفش أنا كان جيت نتكيف بحداه والدخان يقلقه نفهمه، أما أنا نتكلم من وراء كاميرا شنو مقلقه اللي أنا ندخل سيجارة ولا نشرب ولا نعمل أي حاجة، شنو يقلقه؟ هذا يعتبر تعدي
على الحريات الفرديه. المهم نقول له انا ديما باش نتكيف، ومره جايه تو نجيب شيشه نتكيفها زاد. اوكي نواصل الحديث. احنا بدينا سلسله فيديوهات مره اخرى حكينا على، حطينا العباد في اطار على مساله هذا محمد، ونحاولوا باش نعرفوا شنو هو حقيقته. في الحقيقه في الفيديوهات هذه، في الفيديو هذه بالذات، حبيت نرجع لمحه تاريخيه نحو الماضي باش نزيدوا نعرفوا من فين جاء هذا محمد. لازمنا نعرفوا حاجه، ان التاريخ فما نوعين من التاريخ، فما التاريخ المكتوب في اوانه، وفما التاريخ المنقول اللي يتناقل مده مئات السنين، وهذا التاريخ دائما تدخل فيه خرافات وزيادات ونقصان وتضخيم. هذا النوع من التاريخ ثم يكتب، ثم يكتب بعد 200 300 400 سنه، تكتب ويتكتب فيما يحتوي معناتها من خرافات ومن اشياء معناتها غير صحيحه، اللي تعتبر اكثرها اسطوريه. نعرفوا احنا العرب قبل الاسلام ما كانوش يكتبوا، كانوا يشعروا، كانوا يعملوا ياسر حاجات، اما ما كانوش يكتبوا تاريخهم وما كانوش يوثقوا. كانت الحضاره الفارسيه والفراعنه والرومان والبيزنطيين وكلهم، حتى الحبشه كانوا يوثقوا، لانهم كانت دول يعني تحكمها معناتها نجم نقولوا حضاره، وكانوا يعرفوا ياسر حاجات وكانوا يوثقوا تاريخهم. واحنا نعرفوا كما قلنا في الفيديو اللي قبل، اللي الاسلام، الاسلام لم يتكلم عليه احد، لا عند ظهوره لا حتى بعد ظهوره. اللي تكلموا على الاسلام يعني، وقت نرجعوا للمصادر التاريخيه نلقاو اللي تكلموا على الاسلام هم بعض المصادر بعد موت محمد بعشرات السنين، عندما المسلمين معناتها خرجوا من الجزيره العربيه وغزاوا دول اخرى كما الفرس وكما كما البيزنطيين وغيرهم، وقتها بداوا يتكلموا على ما يسمى بالمسلمين، وقالوا انه قبائل عربيه همجيه خرجت من الصحراء وهجمت على الحضاره ودمرتها. ومعناتها نعرف شنو عملوا المسلمين في 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 ايران في فارس، وشنو عملوا في المناطق الاخرى، لانهم كانوا ما يعرفوش القيمه الحضاريه للاشياء. فهمت يعني، حتى فما معناتها اقوال ترجع معناتها مهزله، يعني مهزله معناتها فما اشياء معناتها تاريخيه مهمه كسروها، كما تاج الملك، كما زرابي قطعوهم، يعني واللي هما يحتويوا على معناتها تاريخ عريق للحضاره الفارسيه. المهم يعني نعرفوا ان احنا مصادرنا الكل هي اسلاميه، اغلبها اسلاميه، سورتو خاصه سامحوني كلمه سورتو يعني خاصه في الفتره اللي ظهر فيها محمد. لكن العرب قبل كانوا مهتمين بمسمى بعلم الانساب، معروفه هذه معناتها، مهتمين ياسر بعلم الانساب وكذا معناتها في والقبائل والنظام القبلي، وهذا شيء طبيعي. هذا حبيت نقوله معناتها على التاريخ. ولكن هذا العلم الانساب هو منقول، منقول يعني اب عن جد، اب عن جد ينقلوا ويقولوا اللي مثلا قبيله قريش تنتمي لاسماعيل. هنا سؤال يعني، ونعرف اللي معناتها فما كتب تاريخيه تكتبت في الاول كما مثلا الطبقات الكبرى بن مساعد فيها ياسر حقائق، وقبله زاد فما كتب تاريخيه، لكن من بعد 100 سنه 200 سنه جاء ابن خلدون وجاء فهمت ابن كثير وجاء الطبري وجاء غيرهم، وخذوا هذوما المصادر الاولى اللي تكتبت بتاع التاريخ ونقحوها هما على حسب نقحوها، نحاو منها كل حاجه فهمت، ما تناسبش افكارهم الشخصيه. كل حاجة ما تناسبش أفكارهم الشخصية ولا تصيب إهانة للإسلام ولا لمحمد. إذا أنا نعتبر المصادر الأولى كما الطبقات الكبرى بن مساعد تحتوي على حقائق مهمة، وخاصة القرآن يعتبر مصدر مهم جدا لمعرفة الحقيقة ما حدث. بالنسبة لي يعني مصدر. ونشوفوا معناتها أنه ياسر معناتها من وقت أكثر من 1000 سنة ما عاودوش المسلمين عاودوا درسوا ونقحوا التاريخ نتاعهم. حتى جاءوا المستشرقين ونقحوا بطريقه موضوعيه وعرفوا ياسر حقائق، لكن مع الاسف الافكار نتاعهم ما تقبلهاش المسلم، لانهم اتهموهم انهم ضد الاسلام. ونعرفوا ان العقليه الاسلاميه بصفه عامه ترفض اي نقد مهما كان، خاصه عندما هذا النقد يشكك في عقيدتهم ولا يشكك في رسولهم ولا في دينهم. ولكن رغم هذاك فما وحود جاءوا معناتها من المثقفين العرب كما هشام جعيد وغيرهم وغيرهم وغيرهم، اللي عاودوا قراوا
التاريخ وعاودوا درسوه ووصلوا نفس النتيجة وأكثر من اللي وصلوا لها المستشرقين على حقيقة محمد وعلى حقيقة ظهور الإسلام اللي تعتبر مع الأسف مع الأسف مهزلة، إن أغلب المسلمين ما يعرفوش شنو هذا محمد وما يعرفوش شنو هذا الإسلام اللي ظهر في الجزيرة العربية واللي جاء حل البلدان بالسيف واللي استعمر بلدان وعربها وردها تحت سيطرته ومحا كل حضارة موجودة قبل. وما كذبش ابن خلدون عندما يقول عربت خربت، وأينما دخل العرب دخل الخراب، وهنا يقصد بالعرب المسلمين شيء طبيعي. المهم فبيسر أفكار مسبقة عند المسلمين، يجي يقول لك محمد عربي. أنا مانيش فاهم كيفاش عربي، ولا ترجع لكتب التاريخ الكل حتى الإسلامية، وهنا يقولوا في المصادر الإسلامية، فهمت؟ نعرفوا اللي احنا العرب فما ثلاثة أنواع، فما العرب البائدة اللي هي انتهت وما عادش موجودة، وفما العرب العاربة اللي هما من اليمن، وفما العرب المستعربة. ونعرفوا احنا أن العرب المستعربة يسكنوا في شمال الجزيرة العربية، وهذه معناتها مسألة واضحة، فهمت؟ يعني هو عرب مستعرب كما احنا في شمال افريقيا ولا في مصر ولا في سوريا ولا في العراق عرب مستعربة، ما هوش عرب اصليين، فهمت؟ محمد ما هوش عربي اصلي، هو عرب مستعرب، يعني عربي باللغة فقط. والاسلام بيدو يعترف بهذه المسألة عندما يقول ان محمد وقبيلة قريش تعود الى اسماعيل، واسماعيل نعرفوه اللي هو ابن ابراهيم اللي تزوج بهاجر المصرية وجاء بها حسب معنى الرواية أو ما يسمى الخرافة، خاطر فما حتى دليل على وجود إبراهيم ولا وجود إسماعيل، هذه معناتها خرافة توارثت وتناقلت حتى جاء الإسلام وكتبها ووثقها وردها معناتها حقيقة إسلامية. رغم اللي محمد بحد ذاته يقول أنا من رجع النسب متاعي إلا العدنان، قبل العدنان ما نعرفش. وبالحق هو كي تجي تشوف وتترجع المؤرخين يختلفوا من بين عدنان وإسماعيل، يختلفوا اختلاف كبير، فما اللي يقول لك فما 25 جد، فما اللي يقول لك فما 40 جد، فما اللي يقول لك فما 20 جد، حتى المدة تختلف وكل واحد يعطي رأيه، لكن هم متفقين على أن عدنان هذا ينزل من إسماعيل ابن إبراهيم. وإحنا نعرف أن إبراهيم معناتها لبعضهم يقولوا سرياني، ولكن الأقرب والأصح فهمت أن هو كلداني ويتكلم اللغة الكلدانية، وكان يسكن في مدينة أور بحضة مصر بحضة البصرة في جنوب العراق تابع معناتها بابل، وهو عمره ما تكلم العربية وعمره ما عرف العربية، وهو كلداني يتكلم الكلدانية رغم اللي فما نصوص تقول انه سرياني. يعني هذا ثابت ان ابراهيم لم يكن عربي. صحيح المسلمين وبعد يجيوا يقول لك لا، الشعوب اللي مع الكلدانية والفينيقية هي اصلها عربية، لانها كانت جات من العرب العاربة من اليمن، وهي اللي عمرت شمال الجزيرة العربية وعمرت ما يسمى العراق وسوريا، وده ما عنده حتى دليل من الصحة، ما عنده حتى دليل من الصحة أن الكلدانيين أو الفينيقيين أو غيرهم البابليين أنهم عرب. ما هو أكيد أن إبراهيم كلداني أو سرياني، مهم، المهم ما هو أكيد ليس عربي. وابنه شيء طبيعي إسماعيل اللي مولود من هاجر هو بيدو كلداني، ويقال معناتها حتى معناتها المسلمين يجي يقول لك اول من تكلم العربيه اسماعيل، هذا روايه. فما روايات اخرى تقول لك لا، اصل اللغات كلها هي العربيه، وان ادم بل يقولوا انها جبرائيل اول من تكلم العربيه، ومن بعد يقولوا ادم اول من تكلم العربيه، من بعد من العربيه تفرعت كل اللغات. هذا معناتها فكر خاطئ، ومعناتها توا بالعلوم معناتها العلوم والدراسات معناتها اللغات فما معناتها دراسات ان اللغة اللي كانت تجمع كل البشرية هي لغة الإشارة، ومن بعد في كل منطقة تكونت اللغة على حسب الوضع البيئي اللي موجودة فيه، وكل لغة ما عندهاش، فما لغات متقاربة صحيح، ولكن اللغات الأساسية الكبرى ليس متقاربة، كل واحدة تكونت في بيئة معينة، كل واحدة عندها نطق معين، وكل واحدة مرتبط بالبيئة اللي ظهرت فيها. إذن القول أن العربية هي اللغة الأصلية، فما حتى حديث بتاع محمد يقول لك أنه معناتها في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها، أنها علمه كل شيء معناتها حتى اللغة العربية، فما حديث بتاع محمد يقول لك علمه القصعة والقصيعة، يعني حتى القصيعة علمه، يعني هذه معناتها أشياء خرافات ما عندها حتى أساس من الصحة، ما هي إلا أقوال معناتها إنسان يحب ينسب كل شيء ليه وللعروبة وللعرب.
حتى مثلا وقت يجي محمد يقول لك ان فهمت الله فضل معناتها قريش على بقيه الناس الكل، وفضل بنو هاشم على بقيه الافخاذ تاع قريش، وفضل محمد على بقيه البشر، يعني هذا معناتها تعظيم معناتها حب يأله روحه، فهمت، يجعل روحه معناتها راهو في الحقيقه الاديان او محمد بحد ذاته او محمد ولا موسى ولا عيسى يحسب روحه هو الله، يعني يتكلم باسمه وينسب ذلك الى الله لكي يصدق. وهذا مسألة معناتها تو نحكيو فيها في بقية الفيديوهات، راه هو الموضوع ياسر كبير، فهمت؟ يعني مثلا هنا يقول لك أن أول من تكلم بالعربية هو آدم، حكاية فارغة، معناتها واضحة حكاية فارغة معناتها. أما ما هو أصح أنه أول من تكلم بالعربية هو إسماعيل، على خاطر نعرفوا أنه تجاور مع قبيلة جرهم اللي جاية من اليمن واللي هما عرب عاربة، ومنهم تزوج، ومنهم تعلم العربية، ومنهم جاءوا ما يسمى على حسب مثلا الرواية اللي موجودة قبل الإسلام والاعتقادات ما يسمى بالتاريخ الموروث، أنهم ينزلوا من إسماعيل اللي هو ليس عربي وإنما عرب وأولاده عربوا باختلاطهم المهم يعني هذا مع بصفة عامة المسألة واضحة في المسألة هذه أن محمد ليس عربي وإنما مستعرب كبقية الشعوب الذي عربها الإسلام. هذه معناتها مسألة معناتها واضحة. إذا محمد يعترف أن الناس معناتها النسل نتاعو يعود لعدنان. هذا عدنان، فهمت؟ هذا عدنان معناتها نرجعوا مثلا للنقوشات معناتها شكون الشخصية هذه معناتها تكلموا عليه بعض الشعراء مش ياسر بعض الشعراء، وتنرجعوا مثلا لبعض النقوش النبطية نلقاو ذكر هذا اسم عدنان، وحتى أنه فيه نوع من التقديس يسميوه عبد عدنان. وهنا كلمة عبد كانت تستعمل عند العرب، ونعرفوا احنا اللي العرب قبل الإسلام ما كانتش تحرم التبني، يعني الإسلام هو أول من حرم التبني، يعني وهذه مصيبة زرقاء تنرجعوا لها في الحديث على محمد وكيفاش محمد معناتها حرم الاستبناء، وهي مصيبة خاطر قبل العرب ما كانتش عندهم مشكلة، حتى العبد نتاعو العبد كانت مفهومة بالعبد هو معناتها التابع او الشريك، او ما كانوش يغزروا للعبد كمستعبد، وكانوا ياسر من العبيد ينسبوهم القبيلة والنجم يحمل حتى اسم الشخص اللي مستعبده، فهمت؟ تو نشوفوها هذه المسألة بعد في الفيديوهات. مسألة التبني كان العرب قبل تتبنى الأسير اللي يشدوا في الحرب كان تتبناه وتنسبه للقبيلة ويعتبر واحد منهم ويورث وعنده نفس الحقوق نتاع العائلة اللي هو فيها، بينما الإسلام جاء حرم التبني لأسباب شخصية ومشاكل جنسية المحمد تنعرفوها في الفيديوهات القادمة وتنحكيو على المسألة هذه. فما بعض زاد النقوشات التلمودية ذكر اسم عدنان على أساس أنه شخصية مهمة. المهم عدنان ما نعرفوش هل هو وجد أم لم يوجد، المهم فما ذكر في عدة مواقع أنه موجود، وذوما اللي ينزلوا منهم ما يسمى العدنانيون. نعرفوا احنا ان العرب العاربة فهمت معناتها العرب العاربة هما وحدهم فهمت، والعرب ما يسمى المستعربة هما اللي يتسموا العدنانيون. هذه مسألة واضحة وباينة، واحنا اللي يهمونا مش العرب العاربة وانما يهمونا العرب المستعربة. هذه مسألة واضحة. نعرف أن العدنانيون تقسموا إلى ثلاثة فروع، فهمت؟ ثلاثة فروع أساسية هي قذاعة واللي متهمناش، فهمت؟ وربيعة اللي هي متهمناش، وإنما اللي يهمنا هو مضر. هذا مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هو الأب المفروض يكون الأب 17 قبل من جيل محمد. المهم مضر هذا ابن نزار ابن معد ابن عدنان هو اللي نجم نقولوا تفرعوا منه قبيلتين ياسر مهمين، فهمت؟ يعني فما ما ندخلش في الفروع، فهمت؟ ما يسمى القيسيه وهذه ما تهمناش، فهمت؟ وانما الخندفيه هو الياس، فهمت؟ المضار كان عنده زولات، كان عنده وليد اسمه قيس وليد اسمه الياس، فهمت؟ يعني هذوما زوز معناتها الياس هما اللي حشتنا بهم، بينما قيس مهمناش لخاطر فرع اخر، احنا خاطر نتبعوا توا في نسل محمد. وذي الخندفيه معناتها هنا نلاحظوا حاجه مهمه،
ان القبيله هذه تسمت باسم الياس هذا، معناتها عرس بامراه، والمراه هذه شهرت بالخندفيه. الخندفيه لانها كانت، والخندفيه معناتها تمشي تمشي طريقه من المشي، معناتها شهرت بها. وهنا نلاحظوا في قبل الاسلام ياسر عباد تو تشوفوا معناتها ياسر، يعني عندهم اسماء عند الولاده ثم يشتهروا باسم اخر، والاسم تاع الولاده يولي ما عادش عنده حتى اهميه. وهذه مساله عاديه، ذاك علاش البعض تدرجوا على اسم محمد، يعني محمد مساله ظهرت متاخره ولم يسمى محمد عند الولاده. هذه مساله تو نرجعوا لها في الفيديو هذه، خاطر نحبوا نوصلوا ناخذوا فكره على مساله هذه قبيله مضر اللي جابت القيسيه والخندفيه، والخندفيه هما اولاد الياس، معروف معناتها الياس ينسبون الى انياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. معناتها هنا معناتها نجيو الخندفيه هي نسبه الى امراه اسمها ليلى بنت حلوان بنت عمران، فهمت؟ هذه ليلى هي اللي لقبت بالخندفيه، وكانت جابت ثلاثه اولاد، واحد اسمه عامر واحد اسمه عمرو واحد اسمه عمير، ثلاثه اولاد. عامر لقب مدركة، وعمرو لقب طابخة، وعمير لقب قمع. هذوما ثلاثة أولاد. وهذا التلقيب زاد يقولوا فما قصة أنهم كانوا هما ثلاثة والإبل متاعهم هربت، يا أخي عامر مشى باش يدرك الإبل فسموه مدركة، وعمرو معناتها بقى هو يطيب في الماكلة سموه طبخة، وعمير ما عمل حتى شيء قعد في بلاصته سموه قمعة. إذا هذوما ثلاثة أولاد، ثلاثة فروع نتاع الخندفية هذه القبيلة، اللي ثلاثة أولاد اللي معناتها هما مهمين. اللي يهمنا هو عامر مدركة. مدركة جاء منه كنانة، هذا معناتها هو اللي يهمنا، هو ولد عامر اللي هو مدركة. كنانة، قبيلة كنانة هي قبيلة كبيرة جدا، ومنها هي اللي تهمنا، معناتها تهمنا في الموضوع هذا. وهو معناتها كنانة هذا نزلت منه من بعد نشوفوا القرشيين. به ينزل من كنانة هذا، من كنانة معروف معناتها ابن خزيمة ابن مدركة، يجي واحد اسمه النضر، يجيوا منه بنو النضر، وهو المفروض يكون الجد 12 لمحمد. وهذا النضر هو اسمه النضر، ولكن شهر بقريش، شهر بقريش. وقصة شهرته بقريش فما عدة أشياء، يقولوا اللي هو كان معناتها قوي وكان عنده هيبة، وكان سمي قريش لأنه كان مثل القرش يغلب كل الأسماك. وفما قولة أخرى أقرب تقول لك لأنه كان في البحر، وهنا دليل على أن العرب كانت تسافر في البحر، يعني يكذب ويقول لك معناتها محمد ما عرفش البحر وكذا، هذه حكاية فارغة، فهمت؟ العرب كانت تسافر في البحر، وكان تمشي للحبشه وتمشي لليسر مناطق وتسافر في البحر، مش غريب عليهم البحر. وكان في البحر فهجم عليهم قرش فقتله وجاء به الى مكه، ومن هناك سمي قريش. والنظر معناتها الاسم نتاعو ولا ما عادش مهم، وسم معناتها ولا مشهور بكلمه قريش، يعني سمي في الولاده نتاعو النظر، من بعد شهر قريش. وهذه مساله عاديه عند العرب، ان الانسان في الولاده نتاعو يتسمى باسم ثم من بعد لأسباب معينة يطلق عليه اسم آخر ويعرف به ويصبح هو الاسم الأساسي، والآخر ما عنده حتى قيمة. وكان هو هذايا مع معناتها نظر قريش، معناتها زاد كانوا يقولوا معناتها يمكن من القرش معناتها من النقود، لأنه كان تاجر. المهم هذه قبيلة قريش هي اللي تهمنا هون، فهمت؟ يعني اللي هي معناتها قبيلة كنانية خندفية مضرية عدنانية. قريش مقسومة إلى عدة بطون، ماناش باش نحكيو على بطون قريش، فهمت؟ احنا اللي باش يهمنا شخص مهم، فهمت؟ هو عبد مناف. عبد مناف هذا ينزل من قريش، هذا مضر ينزل منه، وهو اللي يهمنا هو عبد مناف. عبد مناف هذا ويتسمى ولاد بنو عبد مناف، وهو عبد مناف ابن قصي ابن كلابة ابن مرة ابن كعب ابن غالب ابن فهر ابن مالك
ابن النضر هذا، يعني معناتها النضر هذا معناتها اللي اسمه قريش، ابن قريش، ابن قريش. هذا عبد مناف هو اللي يهمنا هوني معناتها في الموضوع. هذا كان يقولوا انه هو معناتها كان جدا انسان مهم، وكان في 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 مكه، وكانت عنده هيبه واحترام، وكان معناتها انسان محترم، وكان عنده اربعه اولاد، اربعه اولاد نتاعو. بيه تعال نعرفوا احنا معناتها الاولاد نتاعو هما هاشم اللي نزلوا منه الهاشميين واللي نزل منهم محمد، هذا هاشم، والمطلب، وعبد شمس، ونوفل. أربعة أولاد كان عنده، أربعة أولاد هما هاشم، المطلب، عبد شمس، ونوفل. الأربعة أولاد هذوما اللي همنا هو نجم نقولوا زوز. باهي نعرف واحنا اللي بنو عبد شمس اللي ينزلوا منها من الأمويين، أما اللي يهمونا هما بنو هاشم وبنو المطلب. هنا فما قصة، ونرجع للطبقات الكبرى لابن سعد، نلقاو ياسر حاجات، راهو حاجات معناتها غريبة في التاريخ الإسلامي. المشكلة اللي التاريخ الإسلامي الأفكار موزعة في ياسر كتب، ولازم تعمل دراسة وتنقع، فما حقائق موجودة في الكتب هذه، ياسر حقائق موجودة. هنا نلاحظوا أن هاشم هذا، وهو ما هوش اسمه هاشم، يعني هنا زاد مسألة معناتها مهمة، هذا هاشم ابن عبد مناف ما اسموش هاشم، وهو الجد معناتها الثاني المحمد، يعني المفروض، فهمت، المفروض انه الجد الثاني. نحب نعرف احنا شكون هذا هاشم. هذا هاشم ما اسموش هاشم، اسمه فهمت عمرو، وانما شهر هاشم لانه كان يقول فما وقعت مجاعة في مكة، وهو كان معناتها تاجر كبير، وكان هو اللي سنى رحلة الشتاء والصيف. حتى في القرآن يقول معناتها نرجع كما نقول لكم، القرآن يحتوي على حقائق لإلاف قريش، إلاف فيهم رحلة الشتاء والصيف. هنا يحكي على هاشم، هو أول من سنى وطبق ما يسمى رحلة الشتاء والصيف، وهو كان تاجر كبير، كان يسافر للغزة، وكان يسافر للحبشة ويقوم بتجارة، وكان غني. وفي فترة من الفترات وقعت مجاعة في مكة، فهشم الثريد وأعطى الناس يأكلوا، وهو معناتها معروف هاشم بالكرم نتاعو، ياسر كريم، وكان يعمل الخير ياسر، ومحترم بالكدا. هذا هاشم يقولوا اللي كان معناتها عنده ياسر زوجات، يعرفوا الزوجات، مهم شعلينا. هو هذا هاشم معناتها ما اسموش هاشم، اسمه عمرو، اسمه عمرو، ولكن شهر بهاشم وتسمات القبيلة كامل علي. هذاك علاش معناتها من بعد وتنقول محمد ما اسموش محمد في الاول، وانما شهر محمد، ما تجيناش غريبه، خاطر وقت نرجعوا للتاريخ العرب كانت في الولاده تسمي اسم، ثم عندما يحدث شيء معين يتبدل الاسم، وحتى حد ما يلومه علاش بدل الاسم نتاعو، وانما شهر بهذاك الشيء. هنا وقت نرجعوا للطبقات الكبرى لابن سعد، انا انتبهت الى قصه ياسر غريبه، اسمعوها القصة يعني بالكدا معناتها، وتنجموا ترجعوا لها في الكتاب. القصة تقول ان هاشم سافر في سفرة من السفرات ومات في غزة، وانتهت القصة. يعني هذه معناتها تلقاوها في عدة كتب تاريخ، انه هو مات في غزة، حتى ان القبر نتاعو يقولوا موجود حتى الان. المهم هذا عمرو اللي شهر هاشم، وسمي هاشم لانه كان يهشم الثريد. قال لك في حجم الحجات، وكان هو اللي لاهي بالسقايه، وقتها مات هو المطلب اخوه، هو خذا ما يسمى بالسقايه وباللهوه بالحجاج وقت الحج، خاطر نعرف احنا ان في الجزيره العربيه كانت اكثر من 20 كعبه، ما كانتش كالكعبه هذيك. من بعد الاسلام وقتها جاء دمر كل الكعبات وخلى كالكعبه هذيك. صحيح هذيك الكعبه كانت اهم كعبه، وكانوا كل الكعبات الاخرى كانوا يحجوا لهم، ولكن فما حجة في العام توقع في مكة في الكعبة الكبيرة اللي كانت اسمها بكة، ما كانتش اسمها مكة، ويوقع الحج. وقتها جاء الإسلام دمر كل الكعبات الأخرى وخلى كل الكعبة هذيك، وهذاك طبعا نحكيو عليه كيفاش إن الإسلام راهو ماهوش جاي من السماء ولا هبط عن وحي
وإنما هو إلا تقاليد وعادات عربية بحتة نتاع الجزيرة العربية، إضافة إليها قليل من المعتقدات المسيحية واليهودية خاصة والصبائية والزردشتية، إضافة على الأفكار الشخصية لمحمد ولمن حوله، وجاء هكذا الإسلام. ما هوش لا هبط من السماء ولا طالع من الأرض، يعني هذيك حكاية فارغة. عاد في الحج، في موسم الحج، بو حسان بن ثابت الشاعر المعروف جاء يحج كالعادة، معناتها من يثرب، جاء من يثرب، والتقى بالمطلب اللي هو خو هاشم اللي هو لهيب السقاية. يا اخي وقت قابله قال له كان شفت ولد خوك. يا اخي قال له شكون ولد خويا؟ قال له ولد خوك، ولد خوك هاشم. قال له كيفاش ولد خويا هاشم؟ قال له ما في بالكش اللي ولد خوك هاشم موجود في يثرب؟ يا اخي قال له كيفاش؟ معناتها تسائل، فهمت يعني؟ معناتها صدق شيء طبيعي. وهنا انا نتعجب، هاشم هذا الكل ما يعرفش اللي عنده ولد خوه في يثرب. صحيح ان هاشم كان عنده 6 زوجات، لكن ما نظنش اللي المطلب هاشم يجيش يقول المطلب ولا يقول ابوه ولا يقول اخواته اني راني متزوج بامراه موجوده في يثرب. وهذه المراه اسمها سلمى بنت عمرو ابن لبيد النجاريه الخزرجيه، وهي من الخزرج. هذاك علاش من بعد نشوفوا في التاريخ اللي بايعوا محمد هما الخزرج، اغلبهم من الخزرج، 9 من الخزرج، لانهم هذوك ما يجيو يعتبروا اخواله، أخوال جدو، يعني يتسموا أخوال جدو، وتو نفهموها هذيك في الفيديوهات القادمة. هنا حبيت نركز على مسألة، أن وقت قالوا المسألة هذيك المطلب هز الإبل نتاعه ومشى للمدينة ومشى يفركس على هذا الولد اللي هو قال له إنه ابن أخوه. يعني هنا وأنا نتعجب كيفاش المسألة هذه توقع، وقال لك ووروه له ومشى شافه ومشى لأمه حب يهز يرجعه المكة ويرجعوا يعيش معاه. يا اخي امه رفضت في الاول، رفض، معناتها قالت له لا ما نعطيهولكش. هو كبير وقتها، يعني نعرفوا احنا معناتها ماهوش صغير، يعني وصل يقولوا بالغ. بالغ فما روايه اخرى ابن سعد صحيح ذكرها هذه القصه، اما نرجع الكتب التاريخ اخرى نلقاها مذكوره بطرق مختلفه، طرق مختلفه. اما ما فما معناتها كيفاش المطلب ما يعرفش اللي هو عنده ولد، يعني هذا الشيء مش معقول، وماهوش صغير، مش مازال كي تولد، يعني عمره 10 سنين ولا 12 سنة بالغ. يا أخي في الأخر أمه وافقت أنها تعطيه له وهزه معاه، وكان دخل به المكة. وقت داخل به المكة كان حالته حليلة، ومعناتها جاي من يثرب وكل شيء، وماهوش لابس مليح وكل شيء. يا أخي العباد قالوا سموه عبد المطلب، سموه عبد المطلب على خاطر العرب قلت لك كان عادي ان يستبناو حتى العبيد نتاعهم، كانوا يسخيبوا معناتها عبد جايبو في التمشاء وجابوا معاه وهو عبده. وشهر حتى فما نرجعوا للبخاري نلقاو وقت قالوا له عبد المطلب، يا اخي قال لهم ويحكم، فهمت، انه ابن اخي عمرو. وهذا الشخص فما عده اختلافات على اسمه، فما اللي يقول لك كان اسمه عامر، كان فما اللي يقول لك كان اسمه عامر وابن عمرو، وفما اللي يقول لك كان اسمه شيبة الحمد لأن كانت عنده شيبة في راسه بيضاء، فعرف بشيبة الحمد، كله معناته سمي شيبة الحمد، شهر بشيبة الحمد، بشيبة الحمد، وسمي عامر. ولكن عندما دخل به مكة سموه عبد المطلب لأنه كان يتبع عمه، المفروض اللي يكون عمه. هنا ما نعرفوش حتى دليل، هذا الشخص من فين جاء، هذا ماهوش ولد صغير، هذا واحد يعني تربى عند الخزرج، ونعرف ان الخزرج تحالفتهم مع اليهود، يعني انسان متاثر تاثير كامل باليهود وبالفكر اليهودي اللي موجود في يثرب. هذه لازم تنتبهوا عليها، ولازم ترجعوا لكتب التاريخ تو تشوفوها. معناتها مساله واضحه، معناتها هذا عامر ابن عمرو ما فما حتى دليل على انه ابن عمرو، فما حتى دليل، يعني هذا عمه مشى وجابه ودخل به المكه وسموه عبد المطلب على اساس انه عبد، عبد للمطلب. من بعد نسبوا المطلب لاخوه هاشم وسمي، فهمت، بعبد المطلب ابن هاشم، عبد المطلب ابن هاشم.
يعني هذه مسألة ياسر مهمة. وهذا الشخص عندما نرجع للتاريخ نتاعو نلقاوه اللي حرم الخمر على نفسه، يعني كان ما يشربش الخمر، يعني كان متأثر ياسر باليهود. وتو نعرفوا في الفيديوهات القادمة كيفاش شخصية هذا الشخص عبد المطلب، هذا الإنسان المجهول، نجم نقوله مجهول النسب، ما نعرفوش، نعرفوا أمه باهي صحيح، أمه سلمة بنت عمرو بنت لبيد نجارية الخزرجية اللي هي من الخزرج من المدينة. ومن هنا نفهم بعد علاش محمد مشى للمدينة وعلاش ناصروه الخزرج. يعني فكروا شوية وحاولوا باش تبعدوا وتبعدوا أكثر شيء ممكن على التفكير المسبق اللي علمونا به. كما قالوا لنا أن النبي عربي هو ماهوش عربي مستعرب، كما قالوا لنا أن أصل اللغة هي عربية وهي أصل اللغة مش عربية. ياسر أكاذيب في تاريخنا، وإحنا مع الأسف مع الأسف شعوب لا تقرأ ولا تبحث وتتبع ما قيل لها وما قاله علماء الجهل والتخلف، الذي من مصلحتهم أن الشعوب الإسلامية تبقى مسلمة تابعة لأن ذلك مورد رزقهم. ونعرفوا أحنا هذه المسألة بالكدا راهو علماء المسلمين يعرفوا الحقائق ولكن يقولوش عليها، ومش غير علماء المسلمين، علماء كل الأديان حتى علماء المسيحية وعلماء اليهودية، راهو علماء الدين هؤلاء لهم مصلحة في وجود ناس يؤمنوا بالإسلام أو بالمسيحية أو باليهودية أو بأي دين آخر، لأن ذلك مورد رزقهم. لو العباد ما عادش تؤمن بهذيك الأشياء هما باش يوليوا بطالة وما عادش ينجموا يخدموا على رواحهم. هذاك علاش يعملوا قوانين ويزيدوا وينقصوا في الأديان على حسب العصور. وكما قلت لكم راهو الإسلام ما كونوش غير محمد وأصحابه، وإنما الإسلام ظهر بعد 100 و 200 و 300 سنة وتكون على فترة طويلة جدا باش يوصل لنا على الشكل اللي هو موجود عليه الآن. لو أبحثوا وحدكم، وأنا كل كلمة أقولها في الفيديو هذه نتأكد من صحتها ولا أعتمد إلا على المصادر الصحيحة. وقلت لكم اللي عبد المطلب اسمه عامر ابن عمرو، مانيش معناتها جايبها من راسي، ترجعوا للمصادر وشفتها في عدة مصادر أخرى بسياق مختلفة باش تفهموا اللي جد محمد هذا عبد المطلب مشكوك أصلا في نسله، وهو إنسان جاء من المدينة ومتأثر باليهود ومن قبيلة خزرجية من قبيلة خزرجية اللي هي عندها علاقة مع اليهود كبيرة. وهنا باش نفهموا كيفاش إن الإسلام راهو في الحقيقة اللي تم تكوينه هما رهبان كانوا موجودين من المسيح ومن اليهود، من النصرانيين ومن الصابئين ومن اليهود من أجل أهداف شخصية تنفهموها في الفيديو القادمة. ونتمنى لكم مشاهدة طيبة ونتمنى لكم كل خير وبالسلامة، ومع فيديو قادم. وعذروني خطر تأخرت شوية المرة هذه على الفيديو، نحاول باش ما نتأخرش ياسر وبالسلامة ومع فيديو